وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الواحدة، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل سفير البرتغال لدى الجزائر. رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون على الدول الإفريقية في كلمته خلال أشغال قمة رؤساء دول إفريقيا حول برنامج المؤسسة الدولية للتنمية في إفريقيا بنيروبي. ونتابع في النشرة: ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء الريفية بولاية المدية يسهم في توسيع المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج. الجمارك شريك اقتصادي، جملة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات لفائدة الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع. وفي المشهد الثقافي، عودة قوية للجمهور إلى فضاءات عرض الأفلام ضمن فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى الجزائر السيد لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه في الجزائر. اللقاء جرى بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الله منجي. انطلقت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي أشغال قمة رؤساء دول إفريقيا حول برنامج المؤسسة الدولية للتنمية في إفريقيا بغية إيجاد آليات لرسم التوجهات الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا بما يستجيب لتطلعات العديد من الدول الإفريقية. أشغال هذه القمة ميزتها كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي قرأها الوزير الأول نذير العرباوي. أكد فيها أن القمة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها محطة سياسية أو أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الإفريقية خلال إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وأن القمة فرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لا سيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل الذي فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات ضرورية بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تجدد دعمها للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية في إفريقيا. تؤكد الجزائر مجددا على الدور التمويلي المحوري الذي تطلع به المؤسسة الدولية للتنمية، وتطلع الجزائر إلى انتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد تساهم في رفع سقف الموارد الميسرة مع مراعاة احتياجات البلدان المقترضة، كما تجدد دعمها للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية. رئيس الجمهورية وهو يستعرض الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي بشرتها الجزائر من أجل بناء نموذج اقتصادي جديد، أكد أن دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وتيرة الاندماج القاري، مبرزا جهود الجزائر في تجسيد مشاريع وطنية اندماجية وإنجاز مشاريع تنموية في العديد من البلدان الإفريقية المجاورة. إن دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده لا سيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وإنجاز مشاريع تنموية أخرى بعدة دول إفريقية مجاورة. إن الجزائر التي رافعت دوماً
عن قضية التنمية في إفريقيا، وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي لإرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة لإثراء النقاش واستكشاف السبل الأمثل للدفع بالتنمية في قارتنا. وعلى هامش أشغال قمة رؤساء دول إفريقيا حول برنامج المؤسسة الدولية للتنمية في إفريقيا، أخذ ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول نذير العرباوي صورة تذكارية مع القادة الأفارقة المشاركين في القمة. انطلقت اليوم ورشة عمل تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية من تنظيم وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وهذا على مستوى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس الشهيد باجي مختار برويبة بالناحية العسكرية الأولى. هذه الورشة التي ستدوم 3 أيام تعرف مشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وعدد من الدوائر الوزارية، وكذا فاعلون في القطاعين العمومي والخاص، ومتعاملون في مجال الأمن السيبراني والفضاء الأكاديمي ومراكز البحث. فعالية هذه الورشة ستجري على شكل مداخلات ينشطها إطارات وخبراء مدنيون وعسكريون، تتناول محاور كبرى ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية على غرار حماية البنى التحتية الحساسة والقدرات الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز القدرات في مجال التكوين والتحسيس والبحث والتطوير، بالإضافة إلى التعاون الدولي والشراكة الوطنية ووضع نظام بيني وطني ملائم للأمن السيبراني. التظاهرة التي أشرف على افتتاحها اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي أكد في كلمته على الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لأمن الأنظمة المعلوماتية. من الجزائر على غرار دول العالم ليست بمأمن عن التهديدات والمخاطر السيبرانية، لذا فهي تعمل جاهدة على التكيف مع البيئة الرقمية الجديدة من خلال إعداد استراتيجية لتأمين أنظمتها المعلوماتية ومنشآتها الحساسة التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن والسيادة الوطنيتين. في قطاع الفلاحة وضمن السياسة المنتهجة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني والنهوض بالنشاط الفلاحي، تتواصل بولاية المدية عملية ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء، مما يسهم في توسيع رقعة المساحات المسقية ورفع المردود الفلاحي بالولاية ذاتها. من العبديش. على بعد أكثر من 100 كيلومتر عن مقر ولاية المدية تقع هذه المستثمرة الفلاحية. بعدها عن المدينة وموقعها المعزول شكل عائقا كبيرا لصاحبها في السنوات السابقة، لكن الوضع تغير تماما اليوم. كل ما يحتاجه لممارسة نشاطه وفر له ولغيره من المستثمرين الفلاحيين في الولاية. احنا رانا درنا مستثمره، والمستثمره هذه وين كانت عندنا عراقيل من قبل، والحمد لله اليوم بفضل رئيس الدوله سرح الاستثمار للناس الكل، رفعوا علينا العراقيل. المزرعه نتاعنا متخصصه في انتاج الحبوب بانواعه من قمح وشعير وذره، كذلك الخضر والخضر تتمثل في زراعه البطاطا والثوم، واحد حتى الحبوب الجافة اللي هو الحمص. استفدنا من الكهرباء الفلاحية حيث كنا يعني مساحة مقتصرة على مساحات نقول حوالي 10 هكتارات، الآن وسعنا إلى حد تقريبا 40 هكتار من مزادة في عملية الإنتاج وتنويعه. الحمد لله الواحد كما كان بكري وضو كما شي كيف بكري تمكنا البطالة، بلاصة كما نقولوا نائية، خدمة بزاف ما كانش، تسمى اللي حوس يخدم تسمى زمي راح يخدم أير، بصح الحمد لله. في الآونة الأولى كانت صعبة في العمل، منطقة بعيدة على السكان، إمكانية قليلة، والحمد لله مع الاستثمار الجديد هذا ومع الطاقة الجديدة ومع الدعم الجديد قدرنا نتقدموا الحمد لله يا رب. اهتمام السلطات بتذليل العقبات مهما كان نوعها في وجه المستثمرين الفلاحيين استراتيجية أثبتت نجاعتها وأصبحت واقعا ملموسا من خلال ارتفاع المساحات المزروعة وتنوع المحاصيل الزراعية.
فيما يخص ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، شرعت مديرية توزيع سون الغاز على ربط 565 مستثمرة فلاحية باش تدخل في حيز الخدمة 315 كيلومتر شبكة كهربائية ذات ضغط منخفض ومتوسط بمبلغ مالي قدره 162 مليار. إنتاج تضاعف هذا العام والمساحات توسعت، الناس أصبحت تدير أنواع أخرى، الناس كانت ما تديرش خضروات أصبح دعمتهم دولة مثلا بالكهرباء ولا يستغلوا الفرص تاعهم بالكهرباء وساعدتهم بيزيدوا في المساحات المسقية. القطاع الفلاحي قطاع هام واستراتيجي، تحديد نقائصه والتركيز على دعمه سيعمل على رفع الإنتاج الوطني لضمان أمن غذائي مستدام. قطاع الري وتوفيرا للمياه الصالحة للشرب، تدعمت ولاية سكيكدا بمحطة لتصفية المياه المستعملة، ما سيسهم في رفع نسبة امتلاء خزان الولاية؟ نور الدين بن عبسة. بعد دخول محطة الضخ بحماد كروم حيز الخدمة، رفعت قدرات معالجة المياه الشروب وزادت نسبة تزود المواطنين بهذه المادة الحيوية. كان من قبل كان عندنا إشكال تاع الماء بحكم زيادة الأحياء الجديدة، كنا نشربوا كل ثلاث أيام ساعة توصل حتى ربع أيام، درك تقريبا نهار على نهار، وكي طول يومين. إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بفلفلة سيمكن مواطني هذه البلدية وحتى المصطفين من تفادي المصبات الملوثة للشواطئ والتي شكلت مصدر قلق ومعاناة على امتداد السنوات. بالاستفادة على ولاية بالمحطة هذه راح تغير الكثير من الأمور، منها القضاء على الحشرات، منها كذلك إعادة رسكلة هذه المياه وتحويلها للقطاع الفلاحي للسقي. والأمن الغذائي يمر بالضرورة عبر الأمن المائي، والمحيطات المسقية أعطت أكلها بولاية سكيكدا، وقد ساهم إصلاح التسريبات في امتلاء الخزان جزئيا في انتظار تهيئة مقاطع قناة الجر الرئيسية. هذا المحيط الذي يعتبر مفخرة للولاية ويعتبر مكسب للفلاحين، يجب أن توفر مصالح وزارة الري كل المساعدة التقنية وكل المرافقة لإخواننا الفلاحين من أجل أن تكون النشاط الفلاحي بالفعل قاطرة للولاية والتحريك ومحرك من المحركات الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومشروع حماية المنطقة السفلى بسكيكدا من الفيضانات مستمر، فضلا عن إعادة تأهيل شبكة التزويد بالمياه الشروب. حماية للمساحات الخضراء والغطاء الغابي وبغية الاستعداد الأمثل للحملة الوطنية لمكافحة الحرائق، سخرت شركة تاسيلي للعمل الجوي 12 طائرة وباشرت بناء قاعدة جوية في ولاية مستغانم بهدف تكوين طيارين توكل لهم مهمة إطفاء الحرائق. سفيان مقنين. قاعدة جوية في بلدية صيادة جنوب مدينة مستغانم وصلت نسبة الأشغال فيها 57%، ستعمل على التقليص من حجم الحرائق وإطفائها جويا للحفاظ على الثروة الغابية في الولايات الغربية. تصيل العمل الجوي قامت باقتناء طائرات رغم متواجدين على مطار هواري بومدين في مرحلة أولى، مرحلة ثانية سيتم كراء 7 طائرات اللي راح يكونون لافلوت تدير السرب طائرات لمكافحة حرائق الغابات. وهذا المركز راح يحتوي على سونتر دي فورماسيون اللي راح يكون هنا بإذن الله، مركز تكوين طيارين ومركز تاع الدرون، وزيادة على ذلك راح نديروا ليفاكياسيون سانيتير، راح يكونوا هنا دي زيليكوبتر اللي راح يديروا لنا ليفاكياسيون سانيتير. التغيرات المناخية فرضت على المصالح الغابية الاستعداد اللازم بعد تقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق. الدولة أخذت القرار استباقية انطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات والتحضير لها يبتدي انطلاقا من 1 ماي. هذه القرارات لم تتخذ فقط، هو اتخذت خاصة بالنسبة للسنوات الأخيرة اللي شفنا فيها يعني حرائق مهولة كبيرة دي ميغا فو. هذا الأساس اتخذت الدولة كل احتياطاتها ووضعت كل الإمكانيات اللازمة، ومنها
ومنها يعني واش زرنا اليوم هذا المطار تاع مستغانم. وطبعا بدون ان ننسى الدور المهم للمجتمع المدني والجمعيات اللي ان شاء الله تكون معنا في 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 التوعيه. يذكر ان ولايه مستغانم تكتنز ثروه غابيه نوعيه وتعد موطنا لشجره الارغان والتي خصص لها موقع على مساحه 4 هكتارات جديده لزرعها في اطار برنامج وطني انتج لحد الان 200,000 شجيرة. أهمية تطوير صناعة مادة السكر والعمل على إنتاج هذه المادة الأولية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني هو ما أكده وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني خلال زيارة قادته إلى ولاية وهران رفقة وزير النقل التي عاين خلالها شركة محلية لإنتاج السكر. وفيه يعني تعليمات صارمة على أن يكون الإنتاج خلال كل سنة بأسعار معقولة لتمشي إلى المواطنين. وقفنا في هذا المقر وفي هذا المركب الصناعي الضخم اللي راه يغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق الوطنية، حتى أولا نشجعوهم ونشوفوا ما هي ممكن بعض الأمور اللي تقدر تعترض يعني سلاسل الإنتاج ووفرة المنتوج في السوق، وحتى ما نطيحش في مطبات أخرى اللي طحنا فيها في السابق. باشرت الجمارك بجملة من الإجراءات لفائدة الشركات العمومية والخاصة المكلفة بإنجاز المشاريع وتهدف إلى اختزال الوقت والمساهمة الفعالة في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع. التفاصيل مع زيان ميساء. بهدف اختزال الوقت والمساهمة الفعالة في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، جملة من الإجراءات دخلت حيز الخدمة لفائدة الشركات العمومية والخاصة المكلفة بإنجاز المشاريع. هذه الأنظمة الاقتصادية الجمركية هي عبارة عن نصوص وتشريعات قانونية جاءت من أجل إعطاء دفعة للمتعاملين الاقتصاديين، بحيث من خلالها انتقلت إدارة الجمارك من دورها الكلاسيكي اللي هو الدور الحمائي والجبائي إلى دور كشريك اقتصادي يخص المرافقة والتسهيلات الجمركية. شحنة من التجهيزات والعتاد الموجه لمشروع محطة تحلية مياه البحر بفوكا تصل الجزائر لتنطلق بعدها مباشرة فرق الجمارك في تدابير تسهيل الإجراءات. سهلوا لنا بزاف الامور بارابور لي زادميسيون تمبورير بارابور لي زادميسيون ديفينيتيف و دابيتود في دوتر بي تاخذ بزاف الوقت هاد العفايس الوغ كو في سمانا اون ا بو ريغلي تو. كاينه تسهيلات خصوصا من عند الاخر اداره الجمارك اللي راهي تسهل لنا وقصروا في المده الزمنيه تاع الاخر باش خرجنا السلعه هذه الحمد لله الحمد لله. وثاني في الرسوم الجمركيه سهلوا لنا الحمد لله. هذه الإجراءات الموجهة للشركات المنجزة للمشاريع خاصة الاستراتيجية منها من شأنها تقليص آجال إنجاز المشاريع. أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أمس بمعسكر عن استفادة الولاية من مجمع وقفي للأمير عبد القادر ببلدية عوف، مؤكدا مواصلة الجهود للتصدي لكل من يسيء للمرجعية الدينية للجزائر ولمبادئ ثورة أول نوفمبر. مختار مذكور. شجرة الدردارة بغريس، دار القيادة ومسجد المبايعة بقلب مدينة معسكر، معالم شاهدة على سيرة ومسيرة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية وحامي عرين الدين والوطن. هذه الشخصية الوطنية كانت محل تدارس بأشغال الملتقى الوطني الأول لإعلام الراشدية. كان قلبه رحمة حتى على أهل الذمة وعلى غير من كان على ملة الإسلام، وله ذلك الموقف الذي فعله في الشام الذي احتضن المسيحيين من القضاء والموت. شخصية علمية جزائرية تعتبر مؤسس الدولة الجزائرية وهو الأمير عبد القادر. الاهتمام بتدشين وإعادة تهيئة بيوت الله بمعسكر يترجمه افتتاح ما يزيد عن 70 مسجدا في أنحاء متفرقة من تراب الولاية من مهامها الدود عن المرجعية الدينية. الحمد لله والشكر لله الذي أنعم علينا بهذا الصرح، اللهم بارك في من أتم وقام على هذا الصرح. مشروع يعني إسلامي ديني فيه خير للأمة وللمجتمع، لأن فيه التربية، لأن المسجد هو الأساس التربية في الإسلام. امتيازات الأمير عبد القادر
الوطنية والدولية والإنسانية، وهو رجل يعني تفخر به الجزائر، بمثله تعتز البلاد وتفخر. وسنواصل إن شاء الله مكافحتنا لكل ما يسيء للجزائر، لكل ما يسيء إلى مبادئ نوفمبر، لكل ما يسيء إلى مرجعيتنا من خلال هذه المرافق. والجزائر الجديدة ماضية بحمد الله تعالى إن شاء الله إلى آفاق واعدة. لتبقى دور العبادة والزوايا أحد أهم المشاتل التي تخرج الأئمة والوعاظ الحاملين لقيم الإسلام الأصيلة. دور الإذاعة الجزائرية في مرافقة الشباب لولوج عالم المقاولاتية محور ملتقى نظمته إذاعة الجزائر بولاية وهران لتعزيز ثقافة المقاولاتية لدى الشباب. وهبة علالي. مرافقة الإذاعة الجزائرية في تعزيز وترقية ثقافة المقاولاتية خاصة بين الشباب من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح وتقديم نماذج وتجارب ناجحة يحتذى بها. نشوفوا تعليمات كلها تنص على دعم المؤسسات الناشئة، والاقتصاد راه مراهن على المؤسسات الناشئة، الأبواب راه مفتوحة. الابتكار نتاعنا كان هو جهاز يعني ضبط فرط الحركة وتشتت الانتباه للأطفال المصابين بهذا الاضطراب، يربط عن طريق الواي فاي به عن طريق شاشة التلفاز، وهنا يعني الطفل يعني يراقب الإشارات الضوئية ومع مرور الزمن يتكيف ويكون عندنا حوصلة لهذا الحركة نتاعو باش نقدروا نمدوا له علاج. دور الإعلام الحمد لله شغل خلانا نتواصلوا مع ناس في المجال، خلانا نعرفوا الطرق اللي نتوجهوا لها. مبادرة هي في الحقيقة تأتي لتؤكد طبيعة الإذاعة الوطنية كمؤسسة مواطنة، وفي هذه الحالة تربط جسور التواصل بين الشباب المبدع. مجهودات الدولة وتوجهها الجديد في مساعدة الشباب الطموح لولوج عالم المقاولاتية تتجلى من خلال توفير كل الإمكانات وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات. اليوم قمنا بشراكة مع إذاعة وهران، هذو الشباب هما مستقبل لهذا الوطن. الدعم الدولة لهؤلاء الشباب مبتكرين من خلال تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. الدولة الجزائرية تبذل في مجهود كبير من أجل التكفل بشبابنا، من أجل تجسيد الأفكار نتاعو، من أجل كذلك تجسيد كل المشاريع التي يحملها على أرضية الواقع. جملة من الإجراءات اتخذها السيد رئيس الجمهورية وكذلك تعليمات أعطيت إلى كل الفاعلين. ويأتي هذا اللقاء للتواصل بين أصحاب المشاريع والهيئات المرافقة بهدف تمكينهم من الاحتكاك بعالم الشغل واقتحام ميدان المقاولاتية. دوليا وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتفعت حصيلة شهداء القصف الذي تعرضت له 3 منازل ليلة أمس بأحياء الجنينة، الشابورة والسلام، شرقي رفح إلى 22 شهيدا، إضافة إلى عشرات الجرحى، وهذا بموازاة ارتقاء 4 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا غربي مدينة غزة واثنين آخرين بحي الصبرة وسط المدينة. وفيما سقط شهيد في قصف على تجمع للمواطنين شمالي مخيم النصيرات، انتشرت فرق الدفاع المدني 11 جثة لشهداء بحي الأمل غربي خان يونس جنوبي القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر راح ضحيتها 66 شهيدا و 138 مصابا خلال الساعات 24 التي سبقت الإعلان. من جانب آخر، قتل 3 جنود صهاينة وأصيب 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بعد استدراج المقاومة قوة صهيونية إلى كمين ألغام في منطقة المغراقة وسط القطاع. في أخبار الرياضة، عاد عناصر نادي اتحاد الجزائر صباح اليوم إلى أرض الوطن بعد رفضهم الدخول إلى أرضية ميدان الملعب البلدي لنادي نهضة بركان في إطار الدور نصف النهائي إياب من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك بسبب تعمد فريق نهضة بركان استعمال شعارات سياسية على قميص الفريق وهو ما يتنافى والمواثيق والأحكام التي تنص عليها الفيفا. وبعد وصول عناصر الاتحاد إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، أدلى رئيس نادي اتحاد الجزائر بتصريح تالي في ميكروفون زميلة وسيلة بعطيش. بكل صراحة احنا اجتمعنا معهم في لاريونيون تكنيك لافي،
كان الكوميسير ماش كان صحاب لاكاف كانوا تما صحاب لاكاف وقلنا لهم يعني ولا كان يعني كل شيء جاز مليح قلنا لهم ولا تلعبوا بالقميص هذاك اللي فيه الخريطه حنا نرفضوا هذا الشيء ما نلعبوش يعني استمرتوا على نفس القرار نفس القرار كما كان مرحله الذهاب وكما كان الحال يوم المباراه تقدمنا وحذرنا روحنا في كل شيء ومن بعد كي لبسوا القميص هذاك بالخريطه هذاك ما حبيناش ندخلوا للتيران تاسوا على كل حال بيان سور هذه كيما قال هذا ظلم انا نظلم هذا المسرحيه هذه راهي الاتحاديه الجزائريه على كل حال راهي مشات لسويسرا على عالمين بها مشاو لسويسرا مشاو باش يدافعوا على الدوسي ديالنا وحنا ثاني كذلك حنا عطاونا 3-0 وعلاش حنا كنا متحضرين هذا يعني شيء غريب حنا كنا متحضرين باش ندخلوا للتيران لا يمدونا 3-0 يمدوا لهم ليه هم اللي راهم يعني سون باريغولي هاي ليك دونك حنا نستناو على كل حال دوك نشوفوا هذا الثاني القرار اللي يزيد خاطر يزيد يخرج قرار دوك تاع المباراه هذه وشوفوا حنا رانا كما قال نروحوا معاهم بعيد ندافعوا على حقوقنا. إلى البطولة الوطنية لكرة القدم حيث فاز سهرة أمس فريق مولودية وهران على شباب بلوزداد بنتيجة هدف دون رد وهذا لحساب الجولة 24 من بطولة الرابطة الأولى وسجل هدف المولودية اللاعب سالم في الدقيقة 84 عن طريق ضربة جزاء بوسالم يستعد يتقدم هل هو الهدف الأول فعلا الإعلاني تعزيزاً للحظيرة الفندقية ولتحسين الخدمات استفادت ولاية قسنطينة من هياكل سياحية جديدة على غرار فندق سيرت العمومي الذي استفاد من عملية تهيئة واسعة وفق معايير دولية سلمى خيواني هي مشاريع لعديد من الهياكل والمرافق السياحية المتنوعة منها ما هو في طور الإنجاز ومنها ما وضع حيز الخدمة لاستقبال الزوار والسائحين المتوافدين على مدينة الصخر العتيق قسنطينة قطعة الأرض هذه شتها باللي الموقع نتاعها استراتيجي باش نديروا مشروع كما هذا هنا الاستفادة من قطعة الأرض ديجا استفادة ديجا تسهيلات مام توجيهات تاع سيادة الجمهورية مع البنوك مع السلطات المحلية كانت في وقتها هذا مكان للترفيه العائلات جاء في موقع استراتيجي الله يبارك حنا من نشوة من اللي كنا صغار يعني جبل وحش يعني معروف هذا راح يكون حافز يعني جديد لشجع السياحة في ولاية قسنطينة هذا المشروع بدا القاعدة تاعه هو تربية الخيل وإحنا كل العائلة فرسان يعني من الأب للجد فكرنا باش نوسعوا في المشروع زدنا إيواء درنا إطعام وأخر مشروع هو هذا المسبح البحر الاصطناعي قسنطينة وبما تزخر به من مقومات سياحية وبهذه المشاريع المجسدة بفعل المرافقة والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة هي ما سيعيد لهذه المدينة رونقها وبريقها السياحي الجزائر عندها مقومات وعندها منتوج سياحي ويلزم علينا هذا المنتوج هذا أن نروجه ونعطيه كل الفرص باش يعني نقدر نسوقه وحسب الالتزامات رئيس الجمهورية أعطى الأولية للزبون الوطني وبالتالي يلزم علينا أن نعزز الحاضرة فيما يخص الإيواء وأيضا نحسن الخدمات ووجودي هنا اليوم هنا في ولاية قسنطينة يدخل في هذا الباب ولتثمين هذا المنتوج السياحي جاء الصالون الدولي السادس للسياحة والأسفار بغاية تبادل المعارف والخبرات بين مختلف المستثمرين والفاعلين في ميدان السياحة افتتح اليوم بقصر الثقافة الصالون الوطني حول نتائج الأبحاث الأثرية في الجزائر الذي يهدف إلى تبادل الأفكار بين الباحثين والمهتمين بالتراث الثقافي اللقاء أشرفت على افتتاحه وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي وتم خلاله عقد اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة البيئة والطاقات المتجددة لحفظ وتوثيق تراث الجزائر وثقافته وتكريم بعض الباحثين
قطاع الثقافة والفنون يرافق هذا التخصص من خلال تقديم تراخيص للبحث والتنقيب لمختلف الباحثين والأكاديميين الجزائريين. ففي الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024 قدمنا ما يزيد عن 152 رخصة بحث أثري، كما أننا نعمل حاليا على وضع آلية من أجل أيضا تأهيل الباحثين الأثريين كخبراء تماما كما نفعل مع المهندسين المعماريين في مجال المعمار التراثي. ونختم مشاهدينا بالفن السابع، حيث تعيش عنابة هذه الأيام فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي يشهد عودة قوية للجمهور إلى فضاءات عرض الأفلام مع المشاركة الكبيرة للممثلين والفنانين والأفلام التي تعرض لأول مرة. عائشة بوبريق. عنابة تعيش السينما والبساط الأحمر يحتضن الجميع، بين من يأخذ صورة ليوثق بها لحظات من المهرجان، آخرون ينتظرون الدخول والاستمتاع بالأفلام المبرمجة، أما البعض ففضلوا الكلمة لتكون أصدق شعور. فيلا الجزائرية. كل الأمور التقنية تضبط هنا مع عقارب برنامج كل فيلم يعرض بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي. آخرون من قاعة السينماتيك ينتظرون أفلام أخرى تعرض لأول مرة. تحيا الجزائر، بيبا فلسطين. تحيا الجزائر وتحيا فلسطين. تحيا الجزائر، بيبا فلسطين. الجزائر تحتضن الجميع، وجمال بونا ساحر بديع، عنوانه متعة وفرجة وسينما. وصلنا لختام النشرة مشاهدينا، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل سفير البرتغال لدى الجزائر. رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون على الدول الإفريقية في كلمته خلال أشغال قمة رؤساء دول إفريقيا حول برنامج المؤسسة الدولية للتنمية في إفريقيا بنيروبي. وتابعنا في النشرة ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء الريفية بولاية المدية يسهم في توسيع المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج. الجمارك شريك اقتصادي، جملة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات لفائدة الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع. وفي المشهد الثقافي عودة قوية للجمهور إلى فضاءات عرض الأفلام ضمن فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.